عين عودة، هذا راه خويا من عين عودة. تكرفص لي على بنتي عندها 13 عام، تكرفص عليا انا دابا هاربة، رانا متبعها عند طبيبة في الغازي، وتبعوا لي البنت وتبعوا لي اللي انا، انا غنحماق. هذا الشيء خويا اغتصب لي بنتي، خويا اغتصب لي بنتي وهدوني، ودابا راه معتقل وكيهدوني. انا بغيت الحق دبنتي. واي عباد الله، واش اخوكم؟ واش اخوكم؟ واي عباد الله، واش اخوتكم؟ وانا مربيها ودايره اجر معاليا، وكيتعدى على بنتي، راه ماجي مع البنات اليوم، راه مسكينه مرخيه. السلام عليكم، انا مينا من عين عوده، حميدي مينا من عين عوده. خويا اغتصب لي بنتي، خويا اغتصب لي بنتي وهدوني، ودابا راه معتقل وكيهدوني. انا بغيت الحق دبنتي، انا راه كيهدوني، انا راه غيحمقوني، انا راه حماقين، انا راه متبعه في السبيطار ديال الغازي انا والبنت. البنت ما بقاتش تمشي للمدرسه، وليت تنصيفطها بالزز، كيعايروا وتيتكرفصوا عليا. هذا راه خويا ولد با وامي، وامي حيت ساكنه هي لتحت وحنا الفوق، وكتهد كيهدوا فيا وحدي 13 عام. والسيد ماشي حاشاكم كلب حسن منه، هذاك المجحوم راه عنده 36 ولا مع 34 في عمره، راه كبير. هات صور ديالو، شوف الدريه قداش هازها الحيمه، واش هادي تعدى عليها؟ واش ما بقاش الاخ هو في الدنيا؟ واش دابا المجرمين اللي واقفين معاه وكيهدوا فيا انا؟ ووقفوا على الخير، ووقفوا على المظلوم. اه العائلة كلها كيهدوني، قال لك تسمحي ليه. ها هو هذه، ها تيحسن لها في الربعينية، ها هي كيحسن لها في الربعينية، شتوها؟ ها هي كيحسن لها في الربعينية، ها انتوما، ها انتوما، ها هي، ها هي عندها دابا 13 عام، ها هي تكرفص عليها، تكرفص عليها، ها هي شوفوا قداش، واش هادي تكرفص عليها؟ واش هادي ماشي يديرها بنتو؟ وخذوا لي حقي، وبغيت هادي تلحق الرأي العام، وتنطلب حموشي، وتنطلب المليك، ويوقف لي على هاد القضية. رانا وليت مهدة في محالي، ولاو كيهدوا فيا، قال لك عندهم السلطة هنا في المحكمة، قال لك القفة غتقلب عليا. واش أنايا، واش هاد المجرم خصهم يوقفوا معايا أنا اللي مظلومة، أولا وقفوا مع المجرم؟ راه هذا خاصهم الا جاو يهضروا عليه ويوقفوا معاه، راهم يحشموا على اعراضهم، يحشموا يمرقوا. وقفوا مع المظلوم، وقفوا مع اللي ضاع اللي مظلوم، ما توقفوش مع اللي ظالم على اللي معدي. ها النفسيه ديال بنتك كيفاش عايشه؟ النفسيه ديال بنتي ملي كنهضر معاها كدور فيا نفسيتها. ها هي دابا متبعه لها في السبيطار ديال الغازي، صيفطني المخزن اللي متبعه لها في السبيطار، صيفطني المحلف اللي تبعت لها، اللي دوزت ليها، شي يقولوا لها هي هذيك اللي دوزت ليها اللي قلتي لي قبيله سميتها هي خيبره، هما اللي صيفطوها وصيفطوني انت. واش كان عايش معكم ولا شنو؟ عايش معايا. حنا انا كاينه لتحت، هما كاينين لتحت، مشاركه انا وبي الدار، وانا في السطح ساكنه مغطيه غير بالقزير، ساكنه في السطح. الدري راك عرفتي دار وحده، عائلة وحدة، ما كيحيدش من عندي، ما كيحيدش من عندي أنا، هو حلاق ومربي. حيت هاد البنت متبنيها غير بنت أختي، ومتبنيها الحيمة جتها من السبيطار، هذا هو الأجر، محالية الأجر. دعيتو الله ياخذ فيه الحق، دعيتو الواحد وحده ياخذ فيه الحق. شحال عمره؟ عنده 36 ولا 34؟ لا ما مجوش، ما مجوش، حاضي على الدراري الصغار. كيفاش كيصدرجها؟ واش كان كيطلع عنده ولا كيهبط عنده للدار؟ لا ملي كنخرج انا كانت كتقول لي ماما سدي عليا، ماما سدي عليا، كنقول لها بنتي لا، راه تنوض حريقه ولا شي حاجه وتحرقي لي هنا في المحل، تي كتعقل البوطه الا ما سدش عليك. وهي مهددها، تيقول لها الا قلتي شي حاجه نقتلك، الا قلتي شي حاجه راني نقتلك، خوك ما كيكونش وانت ما كتكون وماماك ما كتكونش نقتلك. الدريه مولفها ملي كانت صغيره، ملي كانت قالت لك في بيت ثالث وهو كيتكرفص عليها، ملي ديتها الخبره قالوا لي جا دارميه البنت راه باقا بنت ومغتصبها من الله، مغتصبها من الباكا من هذا من الضبور ديالها.
هاد السيد واش دابا هادو اللي واقفين تيقول لك حنا تيقول لك حنا غنوقفوا معاه واقفين ضدي، واش هادي دابا واش هادو راه غيحمقوني، وهادو راه غيسطوني، وهادو راه غيسطوني من مخي، وهادو راه تهدوا عليا، وهادو اللي كيهدوا فيا راه ما عندهم السلطه هنا، وقال لك الكفه غتقلب عليك، واش غتقلب عليا انا وديت بنتي مختصبه، وقالوا لي الكفه غتقلب عليك، ودابا راه تيهدوا فيا قال لك ديري تنازل، واش انا ندير تنازل، واش ندير تنازل المجرم وما نديرش تنازل، وما خافش الحبس ما نديرش تنازل، وراه مهدين عليا، وتكرفصوا عليا، وكيهدوني، ودابا قال لك غيحطوا الباطل على ولدي تا هما تيهدوا فيه، كيدخل غا بالتخابيه وخرج بالتخابيه، وكلهم تيهدوني، كل شيء عندي في التليفون، وكل شيء عندي في التليفون تيهدوني عباد الله، وراه باقي عنده هاد الاربع الاولى الاربع الجاية نهار نهار 22 عنده المحكمة. مترحلة اعتقال دابا؟ ها هو في الجنائيات. واخا واش عرفتوا حسيتوا البنت واش البنت اعترفت قالت لكم راه كيقتل؟ ما تعرفتش البنت يربي والتعامل بالزولة. أنا مشيت للسوق تقديت نهار الحد من الشارع من عندنا وتقديت نهار 2 في الصباح وبقات الخضرة مشتة. طلع عندي حيت يطلع يفطر قال لي يا مينا اختي واش دايره شي اتاي؟ قلت له راه كنت في السوق رانا هانا مع امراه اتاي. قال لي يا خوي لي اتاي. قال لي مال هاد الخضره مشيت هنا؟ قلت له راه بغيت نغسل الثلاجه. قال لي خليها انا غنغسلها انا. قال لي انا غنغسلها لك. قلت له رانا شريت واحد جوج شدوده وما شريتش الحلوى ديال السوق، انا راجعه للسوق غادي نرجع دابا غنمشي ونرجع. قال لي صافي خليت بنتي كتقلي في مطيشه. مشيت حيت عندي انا الباب ديال السطح حديد، عندو الزكرون من الداخل وعندو الزكرون من برا، والثقبه دايره لا غير كتانا. انت شكيتي اذا؟ انا ما شكيتش، ما شكيتش انا، رانا مشيت للسوق وجيت، ملي طلعت تندق بداك الزكرون كبير، كندق تندق تندق والبيت ديال ولدي مقابل معايا بحال هكا، حيد ديك الكتانا، طليت من الثقبه بحال هكا، دريا خرجت من البيت، ملي خرجت ليا من البيت قلت لها علاش ما حليتيش؟ شنو كنتي كديري في البيت؟ قالت لي حيت مهدده ولا قالت لي مالكي مالكي؟ قال لي ها ملي تحلي لا سيري للطواليط غسلي، قالتها لي، قال لها ملي تحلي سيري تغسلي، مشات هي للطواليط هو في البيت، انا مهزه الحوايج بزاف مكركره المانط تنصبن فيهم، عندي واحد الكركور في البيت ديال ولدي ضحك على ولدي وردوا لي امراه، ضحك على ولدي وكيدير لبنتي داك الشيء في بيت ولدي. ملي حل الباب قلت لي مال هذيك المانطه الغوزيه مالها مغطى؟ قال لي انا عقدت فيها شي شغل. قلت شغل حيت هو ما كيكمش قدامي، ما كيدير دوك الجوانات هذه ما كيديرش قدامي هنا الكارو. قلت راه صافي كيمشي ويجي، وانا الكرسي هكا قدام الباب جلست عليه، كيمشي ويجي تيمشي ويجي، والباب وهذاك الشرجم حيت لاكور ومضاربه فيه الشمس، مشى لذاك البلاصه البلاصه ديال الكوافوز ديال ولدي، هز ديك داكشي اللي هزو لاحو من الشرجم، لاحو من الشرجم، بقى تيمشي ويجي يمشي ويجي يمشي ويجي، سخفان تيمشي ويجي، خرج مشى للكوزينه داز ديريكت الكوزينه مسح هذيك الثلاجه، هبط من قدامي وهبط، تنقول غنوض نخشي فيه جنوي، غنوض نقتلو اشنو غندير؟ حسيتي بشي حاجه انه كاين شي حاجه؟ حسيت، طليت من الشرجم لقيت الشورت ديالو احمر والسليبر ماضي، عيطت على بنت اختو نيت بنت اختي اللي شاده من عندها البنت حيت كاينين ثلاثه، كاينين ثلاثه، وحده عندها 22 مات 20، الصغير راه كيقرا في بيت ثاني، والبنت راه كتقرا في بيت الروض، راه ما كتقراش، راه المهم الروض. سولتي البنت ديك الساعه؟ ها؟ سولتي البنت فاش دخلت الطوارئ غسلات وخرجت سولتها؟ لا ما سولتهاش ديك الساعه. الله سولوني عليك. ما سولتهاش هذيك الساعه، ما سولتهاش. قضيت شغلي ساليت، هزيت البوطه الصغيره وهزيت الموس ودخلت للصاله، شعلت البوطه درت الموس، قلت لها شوفي غتقولي لي الحقيقه، قولي لي اشنو كاين. قالت لي ماما غنقول لك وما تحرقينيش، هو كل شيء عندي في التليفون. قالت لي غنقول لك ماما وما تحرقينيش. قلت لها ما نحرقك ما نضربك ما ندير لك حتى حاجه، قولي لي اش كنتي كديري معاه في البيت. قالت لي ماما جرني من هنا وقال لي نوضي تقعدي قبل ما تجي ماماك، نوضي تقعدي.
وداني قالت لك لبيته ماما تيدير لي داك الشيء من اللور ملي كنت صغيره. واي عباد الله واش اخوكم واش اخوكم واي عباد الله واش اخوتكم وانا مربيها ودايره اجر معاها ليا وكيتعدى على بنتي راه ما جي مع البنات اليوم راه مسكينه مرخيه وراه البنت ماشي مطوره وتعدى عليا هاد الدري وتعدى عليا هاد السفاح ورا الكلب حسن منه والكلب وافي لمولاه كيهددوك واش دعيتيهم وما دعيتهمش كيهدوني شكون هما كيهدوني كتهددني بنت عمتي وكيهدوني قال لك حنا عندنا سلطه هنا ملي الدري سمعني كنهضر قلت لها فاتحه حيت اختي انا سميتها فاتحه كاع فاتحه قالت لي القفه غتقلب عليك قلت لها كيفاش القفه غتقلب عليا قالت نقز ولدي قال لا الله ينعل لك الوالدين قالت لي انا غنصيفط لك الولدي تربى انا غنصيفط لك الولدي تربى هادي رانا ما كنشوفها ما كتشوفني هادي اش بغات عندي قالت لك عندهم السلطه هنا عندهم السلطه في المحكمه اشنو بغاو عندي علاش يهدوني اشنو درت ليهم ايه دبو بوجكم حمر دبو في شي مصلحه دبو في شي واحد مظلوم دبو في شي واحد مظلوم شي يكون واحد مظلوم ودبوب عليه ولا دويتو عليه جات معاكم ودبو بوجكم راسكم مرفوع ماشي دبو علاش مجرمه جريمه عضوة كنطلب الحقوق ديالي كنطلب الله وجلالة الملك وسيد الحموشي يوقف ليا في هاد الدوسي وقفوا ليا في هاد الدوسي ودوسيه يلحق الرأي العام وهاد المجرم خاصو يتأدب هاد المجرم راه يمكن كيتكرفص كاع الوليدات انا كيفرق عليهم الدراهم حيت هو حلاق كيفرق على الوليدات الدراهم كيطلع عندي كنقول ليه ومزيانه خيي فرحاتك كتفرق على الصبيان هو راه كيجر الصبيان عندو هو مجرم انا دابا هاد الناس يبعدوا مني ولدي راه في خطر وتا الولد راه مهدينو ولدي راه في خطر حيت حنا دابا ولينا ندخلوا خاونا ونخرجوا خاونا عين عاوده هذا راه خويا من عين عاوده تكرفص لي على بنتي عندها 13 عام تكرفص عليا انا دابا هاربه رانا متبقى قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين جورنال 24 وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.